نحن في انتظار نتائج المقابله الاولى او الفئه الاولى والفئه الثانيه واللي كانت مخصصه بالنسبه للفئه الاولى كانت مخصصه للفراسات المتبوعات اللي كيبدا السن ديالهم من 4 إلى 8 سنوات والفئه الثانيه كانت مخصصه للفراسات المتبوعات اللي كيبدا السن ديالها 9 سنين فما فوق. النتائج بعد قليل النتائج بالنسبة للفئة الأولى المخصصة للفرسات المتبوعات من 4 إلى 8 سنوات كانت على الشكل التالي، ولا بأس نذكر الحكام بالنسبة لهذه الفئة اللي كتسمي ليها هذه الفئة. هناك حكم أ دكتور جبيداني عبد الرزاق، حكم ب السيد الدلوي عرب، حكم سي دكتور ودوز عبد الله، والحكم دي الدكتور الجوي عبد العزيز، وهم حكام دوليون معترف بهم من طرف المنظمة الدولية للحصان البربري. النتائج هي على شكل التالي: حصلت على المرتبة الأولى الفرسة اللي كتحمل الصدرية رقم 13،